أما هلأ فقرتنا التالية سمر رح نحكي فيها عن الاستمرار برصد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن معرض 2020 شباب حلب، وتحت شعار المعرض المنتج بطل حقيقي. عم نحاول كل يوم يكون معنا مساحة خاصة من صباحنا غير لنحكي أكثر عن هدول المشاريع المهمة يلي نحن بحاجة لها بهذا الوقت، المنتجة دوما لشباب أكيد واعد، وعم نعمل شيء خلينا نقول من بعد حرب طويلة عم نقدر نحن ننتج ونثبت انه نحن قادرين على الانتاج. رح نحكي اليوم عن المفروشات والحرف اليدوية. بصرنا نرحب بضيوفنا جورج نبيل نحاس صاحب مشروع الحفر على الخشب، وويليام انطون اوغ صاحب مشروع مفروشات. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم، الحمد لله على السلامة اذا جايين من حلب. اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. بالبداية خلينا نحكي عن المفروشات، عن اشتراكك بالمعرض واعادة الانطلاقة لكم، أهمية اشتراكك بالمعرض اليوم شو هي؟ يعطيكم العافية. صباح الخير. حبينا نحن كمنتجين من حلب نجي ونشارك بالمعرض. مشاركة المعرض هدفها إلى عدة أهداف، من المبيعات، من تشارك الخبرات الموجودة بقلب سوريا كلها، ترويج لمنتجنا رقم ثلاثة، وتعريف العالم على كيف صارت الصناعة بحلب وأنه كيف ما انتهت رغم الحصار، رغم انقطاع الطرق عن حلب وكل هالعدم التواصل بين قلب سوريا نفسه. نحن جينا نقول لا، نحن رجعنا سوريا واحدة، سوريا هي كل المجتمع السوري، كل المحافظات، ونرجع نرجع علاقتنا وتاريخنا كحلبية، نرجع نتواصل مع دمشق قلب العروب النابض. أكيد دمشق يمكن العاصمة، وأيضا حلب عاصمة الصناعة فينا نقول، ودائما نحن بس بدنا نروح نشتري شيء نقول هذا من حلب، فهو يتمتع بجودة عالية. تعرضنا لحرب كتير كبيرة، ومثل ما بنعرف يمكن أغلقت بعض المعامل بسبب أفعال الإرهاب واللي سببوا الإرهاب وخربوا ودمروا، ولكن نحن هلأ مع البداية الجديدة والانطلاقة الجديدة عم نشوف أنه نحن مستمرين وقادرين على الإنتاج من أول وجديد. حكينا عن الحرف يلي دائما ما بتموت واللي هي بتورث، يمكن حرفة الخشب بالذات أو الحفر على الخشب هي من الحرف يمكن يلي نحن بنفتخر فيها لكل العالم. تفضل. نعم، هلأ نحن عنا حفر على الخشب بالورشة تبعيتنا، صرنا هلأ حاليا نستعين بالماكينات يلي هي بتساعدنا بحفر الثلاثي الأبعاد والثنائي الأبعاد، بس قد ما كان الماكينة هي ما بتغطي الشغل كامل، يعني بعد ما تطلع الماكينة من عنا دا يضل بدها شغل الإيد يلي هو دا تكون الفردات مثلا ملسة، دا يكون فيها بخ، دا يكون فيها اعتناء أكثر لحتى تكون قطعة فعلا بتنافس القطعة الأجنبية بالجودة، والأكيد إنه هي بتنافسها بالسعر. فنحن انطلقنا خاصة بعد انتصار حلب بشباط، أعلن انتصاره، فصار في هيك شوي اريحيه بالشغل اكثر، مناطق ما كنا نقدر نصلها صرنا نقدر نصلها. نعم. صار في المواد متوفره عنا ان كان مش شام. نحن اهم موادنا هي البي في سي اللي بتتلبس على الاغراض الخشبيه، هي مش شام بنجيبها نحن، فصار في اريحيه اكثر بالشحن. البضايع كنا نخاف قبل تروح على الطريق، ما تروح على الطريق، صار الطريق امن، صار اسرع، فهذا الشيء كثير سهل هذا الموضوع علينا صار شغل احسن. اكيد. خلينا نحكي عن المفروشات، شو هي المفروشات اللي جبتها هون على الشام؟ شو اللي بيميزها وكيف تم اختيارها؟ وهل من صعوبات واجهتك بالطريق ولا لا؟ وخلينا نحكي كمان عن الاقبال كيف عم بيكون؟ هلا بالنسبه لنا كمشاركين بالمعرض كان في اريحيه كثير كبيره من اللجنه المنظمه للمعرض، كان ميسر الامور من عمليات الشحن لعمليه وصولنا لاستضافتنا بشكل كامل. نحكي شوي عن المنتج. اليوم نحن نمتلك المهارة اليدوية كحلبية، بس الحمد لله امتلاك الآلات الحديثة، ماكيناتنا عمرها كلها 2020، عندنا نوعية من الاختصاص في عملية الإنتاج. هالتمازج بين الخبرة اليدوية والآلات الاختصاص هي عم تعملنا عملية تسهيل للمنتج، دقة في الإنتاج، نظافة المنتج، الأسعار الرخيصة. تمام. يعني وقت نحن بين ايدينا آلات بتساعدنا حتى نوفر من الهدر ونطالع المنتج بوقت قياسي، هذا بخلينا نقدر نعطي للمستهلك قطع ارخص ما تكون موجوده بالسوق. صح. وقت الانسان عم بيكون عم بدخل التطور بعمله، هذا انسان هون بنجح وهون بقدر بيعطي للمستهلك قطع رخيصه. نحكي بشفافيه، نحن المواد هي نفسها موجوده، بس انا بقدر
بعالج هالمواد اللي بين ايدي وبعطي للمستهلك القطعه اللي هو اللي بده اياها بوقت قياسي وباقل تكلفه هو بيطلع ممنون، لانه معروفين نحن كحلبيه منتجنا اكيد يعني له عراقه وله تاريخ، ما رح نحكي عن حالنا، بس اليوم نحن عم نكمل هالشيء القديم عبر التاريخ وعم نكمله نحن هلا. اليوم نحن قادرين مثلا على مستوى غزاني او مكتبيه قادرين نفتح خط سير عمل، يعني اليوم تقولي لي اعاده الاعمار بدي اليوم مثلا 15 غزانه مع 15 مكتب بدنا نجهز مؤسسه. صحيح تمام. بقلك بقدر بعطي لك اياه بوقت قياسي، يمكن تقولي معقول بهالفتره؟ نعم، لانه نحن قطعتنا عم نوفر فيها، ما بنبخ، ما عم نستعمل البخ. بتجي قطعه الخشب كلوح بنقصه بنلبسه بفيسي، يعني في تعاون معين بيصير معه، مثلا ممكن ندخل لوجو معين للشركه، نعمل هدول الشغلات، كمان هذا كله بزمن قياسي وسرعه واداء. صار في شيء اسمه سريع عمل، فينا نطلع سريع عمل بوقت قياسي وبدقه، لانه الالات اللي بين ايدينا عم تساعدنا بهذا الشيء كمان، انه كزمن وكدقه، غير المهارة اليدوية اللي نحن معروفين فيها. أكيد. يمكن من هذا الحديث من فينا نحن نقول أنه هالإنتاج بهذا الوقت، إنتاجنا نحن المحلي خلينا نقول مهم كتير في ظل الحصار القاتل على سوريا، يعني نحن كل شيء من عنا ولكن بدنا منتج يقدر يعطي. خلينا نحكي عن أهمية الإنتاج بهذا الوقت الصعب اللي نحن عم نعيشه. يمكن نحن حربنا ما انتهت، وخاصة الحرب الاقتصادية اللي نحن عم نعيشها، ما عم نقدر نحن نجيب قطع من برا، وما عنا بحاجة، ما زال ما في عنا شباب عم تشغل إيدها عم تشغل روحها بأي قطعة. خلينا نحكي عنها، تفضل. يعني هلأ مثل ما قلتي حضرتك الإنتاج هلأ كثير مهم، يعني احنا اغلبنا كثير عالم نعرف هذا الشيء انه كانوا بيجيبوا من برا وهي ايطاليانيه كذا تماما. لا، نحن اليوم عندنا المواد موجوده، بس بدها شويه هيك معرفه اكثر. يعني اليوم اي حدا اليوم بده يتعلم شيء جديد بيفتح يوتيوب، ونحن ما يعني نحن بنفتح يوتيوب، يعني اي شيء بصعب علينا بالماكينه بالاخير الماكينات هي من الصين ان كان او من كان ايطاليا او شيء، فنحن بنتعلم زياده. صح. فنحن ليش ما نتعلم من برا؟ نحن بنفتح وبنطلع هاي القطعه شلون طلعت، بورجينا مثلا مفروشات، مثلا بدي اتدخل على شغل ويليام، بورجينا طاوله اللي بتنفتح وبطلع منها مثلا طاوله ثانيه بتتسكر، ليش ما نقدر نعمل هذا الشيء عنا؟ صح. هي بالاخير بدها بس شويه فكر لنقدر نعمل هذا الشيء. فنحن اذا قدرنا نوفره فاكيد العالم كلها ما بتستورد من برا، بتقول لك لا باخذ منتج وطني اذا بنفس الجوده، اكيد يكون سعره كثير مختلف عن الاجنبي، بس انا باخذه وبفيد شباب الوطن، وهذا اسهل لي، لا استنى الشحن ولا استنى شيء، موجود بين ايدي وهذا الشيء اسهل لي اكيد. اكيد. خلينا نحكي عن شو بيعني لك اليوم اشتراكك بالمعرض، وكيف لقيت الاقبال، كيف عم تلاقي الاقبال عند العالم، شو اكثر شيء مثل ما حكينا بيميز مفروشاتك، واكثر شيء بيميز الصناعات الحلبيه عن الصناعات بالمحافظات الاخرى او العالم؟ هلا الشيء اللي لمسناه من الزوار اللي عم بيجوا على المعرض، اكثر شيء كمستهلك البسيط، نحكي ما عم نحكي كتجار او كوزراء او اشخاص اللي اجيت ومريت على المعرض، نحكي على الاشخاص البسيطين اللي بتدخل تستغرب انه منتجنا رخيص وبهالجوده، في سماكات معينه بالخشب عم بيستغربوا انه لسه انتم بتستعملوا مثلا هالسماكه من الخشب، عم بتدبلوا الخشب، يعني انه هيك واو، انه شيء غريب شيء حلو، يعني استغربوه اكثر السعر. ولاحظناه عن جزء معين من الاشخاص اللي مريت كلها انه كانوا عم توششوا بين بعضهم، يقول لهم في مشكله بالعمل في كذا، يقولوا لا الشغل ممتاز، بس مستغربين من السعر، معقول هيك شيء سعره؟ يعني شيء غريب. صحيح. نحن يعني هذا المنتج اللي عم ننتجه حقيقه ما بدنا نحكي عنه نحن كاشخاص عن حالنا، بس الفكره انه كيف بدنا نقدر نروج له اكثر ونسوقه اكثر. يعني يمكن لازم نحن كمشاريع صغيره باشرنا العمل وحطينا اجرين على اول خطوه وثاني خطوه، ان شاء الله. هذا المعرض هو في نصف الطريق. تمام. الحمد لله اجانا دافع كثير كبير واعطانا قوه لما ما طموحنا وشعورنا بالعمل ما يهزوا اي شيء. اكيد. نحن حابين نستمر اكثر ونطور حالنا اكثر، اجى هذا المعرض هو سند لنا ليرجع لنا نحن حاضرين وموجودين كدوله وككل الاشخاص الموجودين، نحن موجودين معكم لنستمر. أكيد. لنكسر هذا الحصار، رح نكمل معكم. الإعلام عمل نوع كتير حلو، يعني الكثافة الإعلامية لهذا المعرض والاهتمام فينا مشكورين عليه جدا، وهذا شيء ملاحظ كتير. وجود غرفة التجارة إن كانت دمشق ولا حلب ولا ريف دمشق مشكورين كتير، عم بتعاونوا معنا.
اليوم حتى كانت بادرة منهم كثير حلوة انه حاولوا يسهلونا شوي بانواع من الانواع الورقية باستثناء معين، انه حتى كمان نحن هذا يكون دافع لنا لنستمر اكثر ونفتح اكثر على الاسواق. حتى تقوم بعملية الشحن نحن بدنا شركة شاحن وبدنا اوراق معينة، فهن هلا حاولوا يسهلونا الورقية المعينة حتى نقدر نستمر ونفتح على السوق السورية كلها وحتى السوق العربية. حلو كتير. نحن بدورنا بدنا نشكركم كتير على أول شيء على مجيئكم، ونحن واجبنا كإعلام نسلط الضوء، نحن كل واحد من مكان عمله فيه يساعد مثل ما أنتوا بأسعار منافسة ممكن تكون مساعدة هي نوعا ما، وأحيانا بتبيعوها بسعر التكلفة وأكثر شوي، بس كرمال أنه نحن مع بعض وموجودين وما نحتاج أي حدا رغم الظروف اللي نحن عم نعيشها. كل الشكر لحضرتك وموفق يا رب، وأيضا لك كل الشكر، وإن شاء الله هيك منشوف المعرض بخطوات مو بمنتصف الطريق بآخر الطريق ونحن نرجع نبلش من جديد. أكيد نشكر وجودكم معنا، نتمنى لكم كل التوفيق، وأكيد بدي وجه تحية لأهلك بحلب أكيد ولعائلتي كلها، بقول لكم اشتقت لكم كمان كتير، ووجه أكيد تحية كبيرة للحلبيين.